كان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة اليوم وقدم التهنئة للسيد الرئيس، تحدث عن ما تم إنجازه، جزء يعني ما تم إنجازه محتاج الإنجازات محتاجة كتب زي ما بنقول كده، أو محتاجة يعني ساعات نقدر نتكلم عما تحقق خلال 6 سنوات. ولكن تحدث النائب محمد أبو العنين عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة اليوم. تعالوا نتابع ماذا قال وهو يقدم التهنئة بمرور 6 سنوات على رئاسة مصر. سيد النائب محمد أبو العنين، تفضل حضرتك. شكرا سيادة الرئيس. سيادة الرئيس، قبل أن أعلق على القانون وأؤكد موافقتي، أريد أن أذكركم بذكرى هذا اليوم، هذا اليوم التاريخي الذي أقسم فيه السيد رئيس عبد الفتاح السيسي القسم الدستوري لمصر. كان صادقا الوعد، كان أمينا على المسؤولية، فهنيئا للشعب المصري بكل الإنجازات التي تمت عبر 6 سنوات الماضية. وإنني أنتهز هذه الفرصة لأحييه وأقول له أن ذكرى كل الإنجازات التي تمت في قلب كل مصري، إنجازاتك التي تمت وعهدك ووعدك وتحملك المسؤولية فيما يتعلق بكل الإنجازات الاقتصادية والأمنية والعالمية، وكل هذه الإنجازات محفورة في قلب كل مصري، ونحييه في ذكرى هذا اليوم التاريخي لمصر. إذن كلمة وتهنئة من النائب محمد أبو العنين في جلسة اليوم للرئيس.